الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الدماء، السلام على الأشلاء، السلام على التضحيات الجسام، السلام على الثاكلات، السلام على الأحرار، السلام على المعتقلات، السلام على كل صوت حر ثائر يرجو رضا الله سبحانه وتعالى ويتحرك في منظومة الحق والعدالة. العمامة رمز، العمامة قدسية، العمامة تكليف، العمامة دور ومسؤولية عظمى. تستمد قدسيتها ورمزيتها من دور الأنبياء عليهم السلام ودور هداة الأمة الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. من السهل جدا أن تتحرك العمامة في الوضع الطبيعي وأن تجدها حاضرة في أي فعالية مرخصة وقد يحرسها الظالم. أما أن تجد هذه العمامة تتحرك في إطار وفي مرحلة في منعطف في مكان في زمان غير طبيعي وهي مهددة بالاعتقال، مهددة بالاغتيال، مهددة بالتعذيب، هذه العمامة التي تتحرك خضعت نفسها أو أخضعت نفسها لتربية نفسية خاصة لتتحمل الآثار السلبية من ذلك الظالم أو هذا الجائر. القضية ليست قضية شخص منحصر في شخص سماحة الشيخ العزيز الجليل سماحة الشيخ علي، ولكن لعمامته حضور فاعل ومؤثر في الوسط الثوري والمقاوم، وهذا ما لا نجده في بقية أو في أكثر عمائم البلد أو غير عمائم البلد. هذا التحرك، هذا التفاعل، هذا الإقدام، هذه التضحية دليل على أن هناك محور تتحرك حوله العمامة وهي محور الحق والعدالة، وإن كلف ذلك السجن والتعذيب أو حتى القتل. الأهم في ذلك أن نتعلق بكلنا بكل وجودنا بتلك القيم والمبادئ التي تتحرك على أساسها العمامة. سهل جدا أن أتكلم من خلف المنصة، سهل جدا أن أتكلم بتلك الألفاظ السريعة المحسنة، ولكن صعب جدا أن أمارس حركة في الساحة تدعوني هذه الحركة إلى السجن والتعذيب ومقاسات الألم. إحدى العمائم في السجن تتكلم وتتحدث وتقول هذا السجن واقعا للأستاذ عبد الوهاب والأستاذ حسن المشيمة. هذان الأستاذان أعطى درسا عميقا جدا من الثبات والصمود رغم أن الآخرين متوجون بالعمامة. ليست الشجاعة، ليست الحركة حركة الصمود، ليست حركة الثورة،
متعلقة بالعمامة، وإن كانت هي أولى بذلك أن تتقدم الصفوف لأنها قدوة الأمة، فتسير الأمة وفق مسيرتها. النصيحة والتوجيه في ظل هذه المرحلة الحساسة والمنعطف الخطير، وما سربته وثائق ويكيليكس في تقريرها المسرب من الاستخبارات الأمريكية على تصفية أي صوت يدعو إلى التمرد ويدعو إلى الثورة في كل بقاع من بقاع هذه الأرض، وحماية المعتدلين، وهذا ما يفسر في التقرير طلب أوباما لعدم غلق جمعية الوفاق. هناك محاولة لتمرير مشروع قادم وتسويات، الدعوة أن نتفطن أكثر وأن نحذر وأن نكون يقظين على الدوام وأن نفشل كل المساعي التي تريد أن تقفز على وتلتف على مطالب الشعب الحق. انطلقت سفينة الثورة بشعار، وهذه الثورة ينبغي أن تكون النقطة في آخر السطر حتى يتعلم الشعب في مسيرته النضالية منذ 250 سنة أو أكثر، ينبغي أن يتعلم هذا الشعب أن يقول كفى، أن يقول هذه الثورة هي نهاية النضال مع هذا النظام الظالم الجائر. وهنا نقف لنقول هذه الحركة على القوى الثورية أن تبدع في خطواتها وأن تنتقل من حالة المواجهة المكشوفة إلى مرحلة تفقد النظام سيطرته في البلد، لأن هذا الذي هو الذي سيفرض عليهم من الخارج أن يعني أن يبعدوا هذه الأوضاع المتردية في البلد، يفرض عليهم واقعا آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.